في مواجهة الأرجنتين من أجل أن تكون أو لا تكون، من أجل أن تستمر أو تعود، من أجل أن تواصل هذا المونديال أو تخرج متأطئ الرأس، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمنتخب نيجيريا، بمنتخب الأرجنتين. نيجيريا اليوم بأوزو في حرسة المرمى، التروست إيكونغ رفقة بالوغون وأميرو في وسط الدفاع، برايان إيدو على الجهة اليسرى، فيكتور موزيس سيكون على الجهة اليمنى، انديدي رفقة إيتيبو وجون بي ميكيل ورفقة ووسط وثنائي الخط الأمامي إينياتشو وكذلك أحمد موسى. أن ميسي هو واحد من روائع الكرة العالمية عبر التاريخ، ولكن هل سيقدر اليوم هو السؤال. وتمكن من أن يعود إلى المنافسة بعد خسارته أمام مرفق ماركوس روخو. يفضل الكرة البعيدة، وين يا أوتاماندي؟ وين؟ حتى الأرجنتين انتهت، كرة في التماس لصالح المنتخب الأرجنتيني مع ماركوس روخو. 90 طبعا حكم المباراة حكم تركي الانديدي. أول استفزاز أرجنتيني، يحطها له على طبق راوغ وسدد كرة عالية بعيدة على مرمى فرانسيس أوزو. مرت بعيدة تماما هذه. قدرك أنك تخوض مباراة حاسمة لمنتخب الأرجنتين ونحن في الدور الأول. قد منتخب الأرجنتين، الكرة توصلت لنيكولاس أوتامين. لا 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 جول! ميسي 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 جول! الأرجنتين ليس سواك منقذ لمنتخب الأرجنتين. من بالوغون دي ماريا، ماكر انت يا دي ماريا، ماكر انت يا دي ماريا، هذه الصنعة وهذه المهنة. دانخل دي ماريا يستفيد، لكنها بعيدة على جابرييل ميركادو. الحكم سازيس راقبها وانطلق ثلاثة معاه. موزيس يحاول المينياتشو، الدفاع خطيرة. لا هدف ولا ممرر، وكاد غونزالو إيغواين يسجل هدف ثاني قاتل. يا لها من تمريره يا ليو في منتهى الروعه في اتجاه إيغواين. دي ماريا دي ماريا، بابا 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 با. البطاقه الحمراء، لا صفراء، البطاقه الصفراء رقم 120 في هذا المونديال لليون بالوغون. ارمي ليو تنفيذ المخالفه او بانيغا، ليو او بانيغا، الحكم يامر بانيغا او ليو. ليو يستعيد، ليو يتقدم، ليو عن طريق جون بي ميكيل لصالح المنتخب النيجيري. وبي ميكيل يرسلها بعيده وعاليه للامام لبالوغون. كره راح فيكتور موزيس، وصلت لاينياتشو. وينو احمد، الكره بعيده يا اينياتشو، بعيده 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 لاحمد موسى. تبقى وانها قللت من الاخطاء. بسم الله مجددا. كما كان متوقع يحدث اول تغيير في تشكيلة منتخب نيجيريا، يخرج اينياتشو مع بالتغطية، يرجع لحارسه فرانسيس اوزو. 20 سنة مقفل، كل شيء مغلق، كل شيء مسدود، الا على ميسي ان استطاع وليس ان اراد. ان استطاع. الكرة في وسط الميدان، ايتيبو خلاها المنتخب النيجيري على الجهة اليسرى عن طريق ايمورو. حكم يقول تماس لينكادو، وخبير ماتشيرانو وركنية يقول حكم المباراة لمنتخب نيجيريا بعد هذا التدخل الخاطئ. ثلاث مباريات يعلنها ضربة جزاء للأرجنتين. هاو الكرة وهاي الرمية وهاي الضربة التي تقلب الموازين. يقول لهم الحكم تشاكيروك احتجيتوا، خلوني نسأل. النتيجة لنيجيريا أمام الأرجنتين. نيجيريا صارت بأربع نقاط الآن، والأرجنتين بنقطة واحدة وأيسلندا بواحدة. انقلبت الموازين، فعلها. تقول لدي ماريا انهض، هل هناك تقنية الفار لتقرر؟ شوف هنا الإعادة على الخط حتى أوميرو. إيدو في الوسط، ريا رائع أنت يا إيغالو، ورايع يا بونيغا، ركنية. نعم يقول حق نيجيريا منهم النيجيريون، وكأنهم وكأن طبعا دي ماريا. أولولو ماريا قرحها بالقدح بالخلف، ينخل دي ماريا يطلبها ليو. ها يا دي ماريا، ها دي ماريا خلف المهاجمين المدافعين، الكره خطيره. ظلم ضغط النيجيريا، شوف شوف يبقاو الضغط هنا المهاجمين هما المدافعين الاوائل. بون بابون، اوه يا بابون، فرانسيس اوزو يلتقط هذه الكره السهله من قبل بابون. ايغواين مازال، ايغواين لا كره تمر ولا كره تمر. التسديده، بابا 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 فريد انديدي كاد يسجل جول ثاني لنيجيريا. منتخب الارجنتين، ميسي، اوه لا لا،
ميتزا مازويو يو 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 يا ميركادو فن اتفوت بابون ومازال مع احمد موسى بابا خطيره بابا 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 جول بابا بابا بس ضيعت يا ايجالو الميركادو بابا بابا جول يا جول 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 الارجنتين من تحت الانقاض تصحو وتسجل جول الارجنتين من تحت الانقاض تعود وتسجل جول الارجنتين بسبع انفاس